التحية متجددة بحضراتكم مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، كل الشكر لأخي وزميلي عبد الله بن صغير العويسي على تواصله بالوصف والتعليق في الأشواط الماضية. هكذا نجدد لكم العطاء، نجدد لكم التحية في انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة في انطلاقة شوطنا العاشر في تعداد أشواط هذا اليوم، والخاص بمنافسة الجعدان اللقاية. تتواصل أيضا سن المفاجآت بالإثارة وبالمنافسة الغوية. يسير شوطنا العاشر والخاص بمنافسة الجعدان المسافة هي المعتادة والمغررة من قبل لجان المنظمة لهذه المكرمة، مسافة 4 كيلومترات. أسير إلى مقدمة الشوط أتابع الصدارة والمركز الأول اللي يحتل المقدمة في هذه الحظوظ ويقود الصدارة. والمركز الأول مدح لسيف بن غالب بسلطان المنصوري اللي يحتل المقدمة الأولى، بينما الانتقال مباشرة إلى وليف اللي يحتل المركز الثاني لناصر بن إبراهيم بن عبيد الغفلي، بينما المركز الثالث ياتي هنا تواق اللي يتقدم بشعار حمد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي، غادما بكل قوة يعلن عن قمة جهوزيتي. هذا الشعار بالفعل الأخبار الصناعية يتترقب هذا الشعار. العدسات المركز الرابع وتابع الغدوم والانطلاق في هذه اللحظات، أرى الغدوم والتحدي على المركز الرابع اللي يتقدم في هذه المسيرة. هذا شاهين لخليفة بن حمد بن محمد بن يروان النيادي على المركز الرابع. المركز الخامس وتابع الغدوم من قبل مغادر لسالم بن حمد الشباني الاكتبي. هكذا هي النتيجة للخمسة المراكز الأولى، أتممناها لحضراتكم في مسيرة هذا الشوط. أعود إلى المقدمة وأعود إلى الصدارة وإلى مدح للصدارة الأولى. على الريادة يسيطر على زمام الأمور في هذه اللحظات لسيف بن غالب بن سلطان المنصوري. أهالي الوثبة أهالي عاصمة الميادين يتقدم المنصوري. المركز الثاني يتابع الغدوم على ثاني المراكز من مغادر لسالم بن حمد الشباني. الاكتبياتي على المركز الثاني والمركز الثالث، اللي يتقدم في هذه اللحظات ياتي شاهين لخليفة بن حمد بن يروان النيادي على المركز الثالث. المركز الرابع وتابع الغدوم على رابع المراكز من شاهين مبارك بن خميس بن محمد بن صوب الكتبي يحتل المركز الرابع. المركز الخامس اللي يتقدم شعار الناطق الرسمي على ظهر الفارس عبد الله بن عتيق بن عبيد الرباطي الناطق الرسمي في هذه الانطلاقة الجميلة. هكذا نداية ثانية أتممنا لحضراتكم، ولكن السلامات تحتار الفوز.
فوز العين من بغى الغمة يسجل الحضور في بداية هذا الموسم الغوي. أعود إلى المقدمة، أعود إلى شعار بن غالب، بن غالب على الصدارة الأولى على المركز الأول، ليأتي بانطلاقة مدح لسيف بن غالب سلطان المنصوري. يا سلام الغلاف الجوي الأخير، بدأنا في جولة الأوامر النهائية ما شاء الله وتبارك الله، والقادم هنا على المركز الثاني في هذه اللحظات يأتي مغادر لسالم بن حمد الشباني الاكتبي، يأتي على المركز الثاني وأشوف شعار بن عية، شعار بن عية يتدخل، يتدخل مع الرزام ناصر بن مبارك بن عية الشامسي هالي زاخر زاخر، ولكن بعود بعود إلى الصدارة، بعود إلى المقدمة اللي غير على المقدمة هنا. انطلق مغادر، غادر على الجميع، غادر بالفوز، غادر بالانتصار. سلام سلام يا ابو حمد، سالم بن حمد الشباني الاكتبي الذي ينتصر بناموسي هذا الشوط، ينتزع ويقتطف هذا الفوز العظيم. المركز الثاني اللي اتى فيه مشاهدينا الاعزاء، المركز الثاني شعار بن غالب اللي احتل، المركز الثاني مدح لسيف بن غالب بسلطان المنصوري، والمركز الثالث مبارك او شعار بن عية اللي احتل المركز الثالث، حامل رقم 17 رازم او رزام لناصر بن مبارك بن عية الشامسي اللي احتل المركز الثالث. المركز الرابع اللي احتله مشاهدينا الاعزاء اللي هو شاهين محمد بن خزام بن محمد المنصوري. المركز الخامس فكان من نصيب اللي هو مشاهدينا الاعزاء شاهين خليفه بن حمد بن محمد بن يروان النيادي. هكذا هي النتيجه مشاهدينا الاعزاء للخمسه المراكز الاولى. نعود بالتهنية والناموس يلا مالك مغادر سالم بن حمد الشباني الاكتبي، توقيته زمني قطع الأربعة كيلومترات في زمن وغدره في 6 دقائق 18 ثانية. تهانينا وناموس لسالم بن حمد الشباني الاكتبي، تهانينا وناموس للجميع.